مرحبا بك في عالم وصفات دريم ويب. فاجئي ضيوفك بأكواب شوكولاتة بالكراميل طيبة المذاق هذه. لهذه الوصفة ستحتاجين لمغلف مسحوق دريم ويب كمكون وهذه المكونات. ابدأي بمزج كريمة الطهي ومسحوق رويال كريم كراميل وصلصة الكراميل التي تأتي معه في قدر ذو قاعدة سميكة، واتركيهم حتى الغليان فوق نار متوسطة مع تحريك مستمر. اغلي لمدة دقيقة قبل رفع القدر عن النار في قدر آخر صغير ذو قاعدة سميكة. امزجي مسحوق دريم ويب والحليب واتركيهم حتى الغليان فوق نار متوسطة مع تحريك مستمر. ارفعيه عن النار واضيفي الشوكولاتة المفرومة وتابع التحريك حتى يصبح المزيج ناعماً. ثم أضيفي خليط الشوكولاتة إلى كريم كراميل وقومي بتحريكهم حتى يمتزجوا جيداً. اسكبي الخليط في 6 أكواب للتقديم. وضعي أكواب الشوكولاتة في الثلاجة ليتماسكوا لمدة 2 إلى 3 ساعات. قبل التقديم زيني أكواب الشوكولاتة برقائق كادبوري فليك. ستجدين وصفة أكواب شوكولاتة بالكراميل طيبة المذاق هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لعالم كامل من الوصفات.